يعني ما في كيمياء بيناتكم؟ يعني بأي مجال ما في كيمياء؟ بكل شيء، نحن بحياتنا ما اتفقنا على شيء، إذا قلت لها لبن أبيض بتقول أسود، أنا بحب إليسا هي بتحب هيفا، أنا بحب الراب هي بتحب الكانتري ميوزيك، وأنا بحب الشعر الطويل وهي بتحبه قصير، أنا بحب نام على مخدة واطية وهي بتحب تنام على مخدة عالية. بس هذا الشيء طبيعي، يعني حلو الاختلاف، مو شرط تكونوا فوتوكوبيا عن بعض. كوبي؟ حلوة حكاية الكوبي دي، والله العظيم. اسمعني هلا، حاول تلاقي شيء بينك وبينه، يعني لازم تلاقوا قواسم مشتركه. حاولت بس ما لقيت لحد هلا ولا قاسم مشترك. الا ما تلاقي، يعني بس لازم يصير تنازل من الطرفين. ومين اللي لازم يتنازل للثاني؟ هلا مو مهم من ده يتنازل. سمعتي، لازم حدا يتنازل. اتنازل انت. وليش مو انت اللي تتنازلي؟ انا من يوم يومي بشجع ريال مدريد. وانا من يوم يومي بشجع برشلونه. لحظه، هلا انتوا عم تتخانقوا عشان ريال مدريد وبرشلونه؟ كلمه متخانقين قليله، نحن وصلت بيناتنا للطلاق من ورا هالقصه. معلش اسمح لي، مو معقول مرتك شو وحده عنيده وراسها يابس، يعني حتى بيشجع هيك فريق مبهدل. سمعتي؟ انا ما حدا دخله فيني، والله ما بترك برشلونه لو على قطع رقبتي. ايه الله يعينك شو عنيده. خلصي وليه؟ بدك تشجع ريال مدريد ورجلك فوق رقبتي. ينصر دينك، هذا الحكي الصح. انت مش لازم تبقي محضر خير ابدا، انت على الجزيره المباشر عدل. انت سمعنا. اسمعوا لا، انا ما بجي بالتهديد، اخواتي كلهم من جماعه برشلونه، وقسما بالله اذا بيدروا لحتى يخلعوا رقبتك. انا اللي بدي اخلع رقبتي. الو، مركز الاستشارات الاجتماعيه نور معك، من معي؟ الو مرحبا يا اختي. اهلين يا اختي. انا جوزي ضربي لانه مشجع ريال مدريد. شو؟ وانت لسه ما اشتكيتي عليه للشرطه؟ بوشك على اقرب مركز شرطه، قدمي فيه بلاغ بسرعه. بنت حلال مصفي. تخليك بشغلك. مالي حبيبتي، بسرعه على الشرطه.